تابع الحال فعاصرك الأول والتالي ربيت الأجيال في مجال الثورة والشعب الغالي ربيت الأجيال في مجال الثورة والشعب الغالي منادينا من طبع الحال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذه اللي يتكلم ديما بنت محمود الحبل، مواطنة في دائرة بوكرا، صاحبة الثقافة بالدائرة. لا يتكلم عن 72 وإحنا والله 71 وإحنا داخلتنا التوعية، ومن نهار دخلتنا قطعنا عنا ما تلبين عينينا ما هو الثورة والكفاح، وكيفاش ليه تعود الثورة، وكيفاش ليه نولي الوطن، وكيفاش ليه ندافع عنه، وذي الصورة اللي تلحقنا له هي البين يدينا. قطعنا عنا من 72 والله لا بقيت تقولي من الزملة الانتفاضة، وهي هذه الناس هذه الثورة بينات عينيها وبين عينيها النضال وبين عينيها اللاشي لا يردها لوطنها ويحرق من القزات، وتصبح هذه الراية الزينة في بلدها قبال ونصبح تحتها كاملة. لا قطعنا عنا، انطلقنا نساء فين اللي انطلقت تيشيرت، وفين اللي خلقت هو، وفين اللي انطلقت في الكرش، وقطعنا عنا طموحنا ومساينا والعدلة المرأة الصحراوية بصفة خاصة ما يقد حد يعد. قطعنا عنا بنينا مستشفياتنا وبنينا تربياتنا وبنينا مدارسنا وبنينا بالإدارتنا وبنينا كل شيء بجهود العليات بجهود المرأة الصحراوية. الرضع وتركتنا وحازمينهم ونقودوهم وحاملات ووحدات منا مجروحات، وهذا كامل قطعنا عنا خضنا به. والمرأة الصحراوية ما يقد حد يوخر يقول عنها يكون هي البنات الثورة ومازالت إلى حد الساعة هي الأم وهي المعلمة وهي الطبيبة وهي الأستاذة وهي الدكتورة وهي اللي تربي الأجيال. فعاصرك الأول والتالي. بسم الله الرحمن الرحيم. عائشة توبركي الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية بولاية العين. كانت المرأة الصحراوية دائما حاضرة في كل المواقع، في كل مواقع العمل. كانت هي المربية وهي الطبيبة وهي الناشئة للأجيال. نتكلم هيرمة محمد سالم، أمينة عامة في دائرة بوكرا. ودور المرأة قلت على أنها هي اللي تقوم، المرأة في كل مجالات الشغل، هي معلمة هي مربية، وراني ما نقول عنها لا معلمة ولا نقول عنها لا مربية وحدها، هي وزيرة، هي تشتغل في الخارج، هي ممثلة في كل مجالات الدولة، هي اللي قايمة بالقاعدة كاملة تشتغل في كل أنشطة، وهذه ما هي مادة قطعا عنها، ومازالت لا طامحة ومازالت لا تشتغل، ومهما كانت الظروف ومهما كانت القساوة هذه المرأة هي اللي قايمة بذا كامل، ولا يتم قايمة به إلى حتى الاستقلال إلى رضا الله.